مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي النائب السابق السيد جميل النمري. أهلا بك سيد جميل. سيد جميل، يعني ما الذي رشح اليوم اللقاء المعايطة مع أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية؟ وما جاء في الخبر الحقيقة ضمن سياق سلسلة لقاءات الوزارة مع مختلف التلاوين الحزبية. سبق ذلك لقاء مع مجموعة الأحزاب الوسطية أو ائتلاف من 12 حزب، والآن مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، وسوف يتبع لقاءات أخرى مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي وأحزاب أخرى ذات توجه إصلاحي. فهي سلسلة من اللقاءات الحكومة تقدم فيها وجهة نظرها كما طرحها معالي الوزير، والأحزاب تقدم رأيها، ومجموعة الأحزاب اللي شاركت اليوم في اللقاء قدمت وجهة نظر في قانون الانتخاب، ما الذي يجب أن يكون عليه قانون الانتخاب. الحقيقة يعني هذه اللقاءات في كل الأحوال جيدة، ولكن من وجهة نظري يجب أن يسبق الحوار مع الأحزاب حوارا داخليا في الحكومة وأوساط القرار. هذا الحوار لكي تتضح داخل أوساط القرار ما الذي نريده بالضبط، يعني إلى أين نحن ذاهبون، حتى بعد ذلك يأخذ الحوار مع القوى السياسية الاجتماعية منحى محدد. يعني هل الهدف هو بالضبط تغيير قانون الانتخاب إلى صيغة تمكن الأحزاب السياسية، تمكن من نشوء كتل برلمانية سياسية حزبية؟ عندما يتضح أن هذا هو الهدف المحدد أمامنا، يعني إنارة لما الذي نناقشه ومرجعية إذا كانت أي مقترحات تؤدي الغرض أم لا. فأنا وجهة نظري أنه نحتاج إلى حوار داخلي حكومي وفي أوساط القرار يسبق الحوار مع القوى. نعم سيد جميل، يعني إذا ما تحدثنا عن مشروع قانون الإدارة المحلية، أنتم كأحزاب يعني بوجهة نظركم ما الذي يجب أن يتضمنه مشروع قانون الإدارة المحلية الذي من المنتظر أن يحال إلى مجلس الأمة؟ نعم هذا موضوع آخر صحيح. يعني القانون الإدارة المحلية الذي لا ندري أين وصلت الحكومة في مراجعتها له، وأين يتجه التعديل داخل القانون، لأن الحكومة سحبت القانون الذي قدمته الحكومة السابقة لمجلس النواب، وفي هذا إشارة إلى أن الحكومة الحالية ليست راضية تماما عن صيغة القانون كما قدم، ونحن لسنا راضين. يعني كل الأوساط كان أعضاء المجالس المحافظات والبلديات أو الأحزاب السياسية لم نشعر بالرضا عن مشروع القانون الذي قدم، وأيدنا سحب الحكومة لهذا المشروع من أجل إعادة النظر فيه. بالنسبة لنا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي لدينا مشروع مبادرة حوارية وأفكار حول مشروع القانون سوف نقدمها. نعم. ليس لدي فكرة إذا كان هناك أحزاب أخرى لديها أفكار، ولكن يجب أن تستقطب الحكومة آراء وقبل أن تقدم الصياغة النهائية إلى مجلس النواب. المطلوب قانون يتجاوز ثغرات القانون السابق للامركزية وقانون البلديات الذين سوف يتم دمجهم في قانون موحد الآن للبلديات واللامركزية، وهناك إشكاليات عويصة في الواقع وتباين في الآراء حول الوجهة التي نذهب لها، أكان في هيكل مجالس المحافظات طريقة التمثيل، ثم موضوع الصلاحيات والسلطات المناطة بالمجالس وبالإدارة المحلية بمعنى
الإدارات الحكومية على مستوى المحافظات هي قضايا إشكالية عويصة، نحتاج إلى نعم حلول نعم يعني صيغة تمثل خارطة الطريق لتطبيق حي وفعال للامركزية. نعم إذا أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي النائب السابق جميل النمري، شكرا جزيلا لك.